على مدى ساعتين ونصف الساعة تنافس اليوم طلاب وطالبات من الصف الأول الثانوي في جميع المحافظات ضمن اختبارات المرحلة الثالثة من الأولمبياد العلمي السوري لعام 2019-2020. أنا أدعو جميع الزملاء مدرسين أولمبياد مدرسين أو أولمبياد الطلاب شاركوا وأبدوا وارجوا للعالم كله أن سوريا لازالت بخير وتنهض وستنهض بإذن الله. طبعا نحن هذه المواهب يجب رعايتها والأخذ بيدها، طبعا هي المواد الأساسية، مواد في الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، المعلوماتية. طبعا هي تجربة كتير رائدة على مستوى القطر، الاهتمام بالمتميزين من طلابنا ذوي المهارات المختلفة في مختلف الاختصاصات العلمية. يبدأ العمل باكرا منذ بداية العام الدراسي لتجهيز فريق يمثل المدرسة يشارك في هذه الاختبارات. طبعا نحن الآن في المرحلة الثالثة على مستوى فرع دمشق. هلا الطالب اجتاز المرحلة الأولى، مرحلة المدارس ومرحلة المناطق، وهلا اجى على مستوى المحافظة، اكتسب خبرة من المرحلتين السابقات لحتى يقدر يجتاز المرحلة هاي. من خلال الاطلاع على الأسئلة بالمرحلة الأولى والثانية بيقدر يطور حاله شوي ويدرس أكثر حتى يقدر يجتاز المرحلة هاي وحتى على مستوى القطر كمان. عدد من الطلاب والطالبات أعربوا عن سعادتهم بالوصول إلى تصفية المرحلة الثالثة، لافتين إلى أن الجهود التي يبذلونها من أجل تحقيق مراكز متقدمة في منافسات الموسم الحالي والانضمام إلى الفرق الوطنية للمشاركة في المسابقات العالمية. يعني هي تجربة جديدة، حبيت شارك بالمعلوماتية. قدمت أنا مادة الكيمياء، كانوا الأسئلة يعني هيك فيهم شوي صعوبة بس الحمد لله. يعني من ناحية الأسئلة عندك أسئلة عادية بس نفس الوقت كان كلها أسئلة استنتاجية، يعني بدها وقت تفكير معين. أسئلة شاملة ومتوسعة من المراحل السهلة للصعبة، نموذجية بأي طالب بيقدر يحلها، فيها جزء من الصعوبة. أنا شاركت لحتى أثبت حالي، لحتى أقول أنه أنا بقدر أوصل لمراحل عالية مو بس بصف العاشر. كل واحد حسب المادة اللي بحبها، أنا كتير بحب العلوم، بقى أكيد استعنت بمراجع وكتب من المكاتب وهيك يعني لحتى أقدر أنه أجمع معلومات عشان أنجح أكتر وأوصل لمراحل أكتر. تطورت لمراحل وصلنا لمستوى المحافظات، ممكن أتطور أكتر. طبعا الأسئلة ما عم تكون كتير سهلة بس إحنا كمان عم ندرس، يعني مو تركينا هيك أنه على الحظ. والرفقات اللي ما شاركوا أنه يجربوا ما بيخسروا شيء، هي تجربة كتير حلوة. نحن جايين اليوم نثبت حالنا بالأولمبياد لحتى يكون في إطار تجربة لقدراتنا وتنمية لمهاراتنا وتفكير إيجابي بأسلوب سليم. للأسئلة كانت متوسطة لصعبة، هلا مايلة للصعوبة أكثر من متوسطة. كان الوقت كافي، كان كل شيء عم يصير بشكل نظامي، بس تجربة كتير حلوة. نتمنى يكون في تجارب مثل الأولمبياد على مستوى سنوات على السنوات القادمة.